بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أكثر بيوتنا في الواقع، كيف نعالج هذه الإشكالية؟ ومن أين نبدأ وإلى أين ننتهي؟ أنا أرى يجب أن نبدأ من هذه النقطة. أقول لعل التوترات في كثير من الأحيان التي تشوب العلاقات الأسرية ناشئة من سوء فهم مكانة ودور الفرد داخل الأسرة. فالزوج له أب وله أم وله زوجة، ولابد من كل واحد من هذه الثلاثة أن يفهم دوره، وأن يفهم بأن مقامه يختلف عن مقام غيره. يعني بتعبير آخر، ما أرد أصعب العبائر، والإخوة المتابعين لعله بعضهم يقول ما أفهم اللي تقوله. بتعبير آخر، الحالة مو حالة تزاحمية، حالة تكاملية. يعني الزوجة مقامها يختلف عن مقام الأم، ودورها يختلف عن دور الأم، وهكذا الأم بالنسبة أمام الزوجة، وهكذا الأب أمام زوجة الإبن وأمام الأم. كل واحد من هذه العناوين الثلاث إلى دور معين وإلى مقام خاص به، ولا تزاحم بين هذه الأمور الثلاثة. إحنا المشكلة اللي قاعد نعيشها اليوم تسبب مشاكل، الكل يتصور أنه غيره قاعد يزاحمه. يعني الأم تتصور أن الزوجة قاعد تزاحمها على ابنها وتأخذ ابنها منها، والزوجة تتصور أن الأم يعني أم الزوج ما تحبها وتريد تأخذ زوجها منها، مع أنه الأمر ليس تزاحمي، الأمر تكاملي. الأم إلها دور، الزوجة إلها دور، الوالد إلها دور. إذا كل من أدى دوره بشكل صحيح ومنفصل عن غيره راح تكون حالة تكاملية صحيحة، وبذلك راح تنتفي المشاكل. بالعكس، راح تكون حالة توائم مو حالة مشاكل. هاي الشبكة إذا بالواقع فككناها وكل من فهم دوره بشكل سليم صحيح، صدقوني راح تنحل كثير من المشاكل بين العمة والكنة في بيوتنا. خو جيد، الخلاصة وفق ما تقدم، يرتبط نجاح العائلة باعتبار قيام كل جزء منها بدوره في الواقع. بل دعوني أخبركم بأمر آخر أيها الأحبة، إن دور الأم في هذه المعادلة، يعني العمة، إن دور الأم في هذه المعادلة أيها الأحبة دور حقيقي ومفصلي. لأنه الزوجة إذا أخذت أو بدأت تشاغب في البيت بما لا علاج للموضوع، يعني بما استعصى الحل في الواقع، بإمكان الرجل أن يطلقها. الله فتح باب الطلاق للأوقات اللي يجد فيها الزوج نفسه محيراً أو ليس له خيار إلا الطلاق، بإمكان يطلقها. لكن الأم ماذا يفعل معها؟ أنتم أخبروني. يعني إذا الأم هي بدأت باختلاق المشاكل ماذا يصنع معها؟ ولهذا دور الأم محوري جدا في الموضوع. الأم إذا عرفت دورها وأدته حسب ما أنيط بها، لا تكون بينها وبين الزوجة مشكلة، وهكذا الزوجة تجاه العمة. وعلى الأم أن تعرف أن للزوجة حقوق على زوجها أقرها الله تعالى، وإذا أجبرت ولدها على منع هذه الحقوق لزوجته سيعاقب على ذلك. على الأم أن تتفهم ذلك لكي لا تمنعه من أداء حقه تجاه زوجته في الواقع. والله يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا كما يقول القرآن الكريم. كل من خلاصة، كل من يعرف دوره مقامه يؤدي دور المناط به، كثير من المشاكل ستنحل وستكون حالة تكاملية في بيوتنا، وليس حالة تزاحمية كما هو الآن موجود في كثير
من البيوت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.